المرأة بإمكانها تعمل أي شيء وحتى بإمكانها تتفوق على الرجل. هاي واضح، اسمي كنانة البني، عمري 37 سنة، سائق التاكسي. اشتغل على بين الشام وبين بيروت، كان معي سيارتي اللي هي نمرة خاصة، نمرة لبنانية الخاصة، كنت أخذ فيه أكثر شيء طلبات على المطار من عالم ومعارف أنا بعرفهم يعني. وبس بشغلة الكورونا اللي صارت صراحة السيارة ضلت هناك بلبنان يعني، فتجأت لأني أنا أشتغل تاكسي. صادفت أول فترة أنه الشرطي بيطلع هيك بالسيارة وبيقول لي وقفي على جنب، بيسألني شهادتك عمومي، بيقول له إيه، فبيقول لي إيه فرجيني، أنه مشان يصدق وهو عم يضحك ومبتسم يعني. ففرجي الشهادة، بيقول لي برافو وأنا بشجعك وأنا بحييك يعني، وبالعكس كتير بيقول لي أنه ديري بالك، حاولي ما تتجاوزي السرعة، حاولي ما تتجاوزي الإشارات. كمفهوم يعني بالبلد عنا انه المرأة ما بتعرف تسوق، فأحيانا كتير بيوجهوني ملاحظات، فأنا بتقبلها بصدر رحب انه خلص اوكي حاضر. لأنه اعتبر تقريبا كنت اول حدا كان عم يسوق موتور كبنت بالبلد، وعملت ضجة هاي القصة وطلعت على الجرائد، وانا كتير بشجع البنات، وهلأ كتير عم بشوف ظاهرة البنات على البسكليتات او على موتورات البنزين حتى او موتورات الكهرباء يعني، وكتير بوقف وبشجعها وبقول لها برافو، ويا ريت يا ريت نكون مع المرأة بهذا الشيء، لانه ما لأقل شأن من الرجل نهائيا باي شيء بتعمله. لكل امرأة بكل الوطن العربي انه نحن بنقدر، وبنقدر نعمل شغلات كتيرة، واكيد احنا بالنسبة للنساء معروفين عنا انه نحن ممكن نعمل شغلات اكثر من الرجل. يعني المرأة ممكن تكون بتدرس وبتكون ام وبتكون بتشتغل وبتكون زوجة وحاملة كل هالمسؤوليات وبصدر رحب وكتير مبسوطة. بالعكس انا مع الوحدة انه تطور من نفسها ونغير نظرة المجتمع والثقافة اللي بهي المجتمع، انه المرأة هي فقط خلقت للبيت. لا، انا بعمل، ممكن اكون بالبيت اكون زوجة وام ومربية وعاملة وكل شيء بآن واحد. كتير بسمع كلمة يا ريتني انا مثلك، يا ريتني اعمل مثلك.